أما الحديث الآخر يخرج من عدن أبين فهو غير هذا الحديث، ليس هذا هو هذا، كلام عن ابن عباس. يخرج عدن أبين أيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال حدثنا المنذر ابن النعمان الأفطس عن وهب ابن منبه عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. والمنذر ابن النعمان وثقه يحيى ابن معين رحمه الله، وهذا مذكور في الطريق الكبير للبخاري ولم يضعفه أحد، فيبقى أنه ثقة. عبد الرزاق معروف، وهب بن نبه معروف، وهذا رباعي، ولفظ يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم.